دخلنا اول سكن. طبعا السكن الاول حبينا انه يكون كذا العائله كلها مع بعض. راح نوريكم ونبدا بالتفاصيل، لكن هنا عندنا تعالوا ورينا. ولا اول شيء عندنا هنا المطبخ، احلى شيء فيه اللي كامل متكامل بكل الانواع وكل الاشكال، حتى السحور والى الملاعق الى حتى مفك العلب موجود، حتى في الكافي ماشين هنا، حتى كرسي سوله موجود ما شاء الله. إذا كان في ماشين، طيب نطلع من المطبخ نجي عند هنا. طبعا هنا هذا حق الاستقبال، في قسم الاستقبال. قبل الاستقبال هنا في غرفة رئيسية، غرفة سوري مو غرفة رئيسية، غرفة كذا سعيلة متكتكة جميلة. نطلع على الصالة المفتوحة اللي تفتح النفس. هنا الصالة، اصبروا هنا الصالة شوفوها، ولا ببدأ بسناب الجاية. يلا ما رحنا نشوفه هنا. وصلنا الصالة، هنا فيها وصلنا للصالة. طبعا أحلى شيء في الصالة طاولة طعام ومكتب وجلسة كذا لطيفة خفيفة وتلفزيون، وحطينا هنا كرسي سرير، بتقول كرسي، حطينا سرير خاصين شوي بعد. أحلى شيء، أحلى شيء إن الصالة جامعة بين كل شيء، طلع في السنتر. وهنا نجي عند غرفة النوم الرئيسية اللي بتكون حقت مادري ما قسمنا أوش ما أقدر أفتح. شوف غرفة النوم الرئيسية، هنا في تلفزيون جميل. نسي عموما ترى ما قسمنا وش الأدوار وش دخلنا أصلا. نمشي أطلع على الأبنية حق الشغل ونروح للمطبخ. ونروح للمطبخ، البيت دوار كذا. أيوة نطلع مرتب ومتكتك، وباقي لنا آخر غرفة. البيت صراحة مرة، البيت يربي، أنت قلت بيت قلت بيت، الشقة صراحة مرة تفتح النفس وأنيقة ومتكتكة. أيوة الحين بنروح لها، وإحنا حبينا إنها تكون جو عائلي صراحة. ونجي الغرفة اللي على طول على الصالة، الغرفة الأخيرة. هنا غرفة بعد كذا جميلة. اصبر لما في مراية، يوم اصبر شوي. غرفة كذا جميلة، غرفة كذا لطيفة أنيقة. ما يحتاج نقول لكم حقت مين، عطوا بتعرفون راح تكون الغادة. بالضبط الغادة وسرير. هذا لا، هذا سريرك، هذا سرير لك. عشان ما تطلع سولة، عشان ما تطلع دخلك بسريرك عشان تنامين، تراك مو واصله تتنمرين يعني يا ما وصلتي انت. وهذه شقتنا اللطيفه في بيت التلفزيون صغيره. ايوه شغل سوله. وهنا على الصاله، هذه جلستنا الصاله بشكل. والحين الوضع كل واحد يدور اقرب سرير. انت متى صاحيه؟ انا قايمه الساعه 3. وانت؟ ما ادري كذا 4 5 6. انا صاحي من الساعة 12، احس اني ميت نوم. الساعة 5 كان الساعة 3، طيب فرقت ساعة يعني. طيب انا جاي من الساعة 12، فرق 3 ساعات. تكذبين يا خيتي، طلع الكذبة من تحتك. ورا وش عندك؟ اي ترك نايم الحين. لا تسوي، متى نايم؟ انا نصبين عليك. متى نايم؟ بالطيارة. لا انشان لا تسوي نفسك انك مجنونك ما نمتي بالطيارة. لاني لقيت يوم اطفي المكيف، عن امي لقيتك منسدحه. اي خلاص منسدحه بس عادي، منسدحه عشان بتنامين. يا سلام قفطتك قفطتك، قال انك قفطتني من زينك.